يا عمري ناشف يا عزيزة وفن القلب زن ستي عزيزة على عليهم نانانتنا والخنار والذبح لل يما عليهم نانانتنا بنية على عليهم نانانتنا بحنشنا بيه بعد يما لاش بعد مهما ولنا يفنى يا ابني وكا فاطمة صحة شريبتك صحة شريبتك نعيمة مرحبا شلح ويلك وديك كيف العادة دار مزينة بالأصوات الحلوة وانتي موجودة الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي هذا من طيب أخلاقك فاطمة معروفة عليك هذا يا ربي يستر ما نجمش نقول لك أنا لا باهية ولا خايبة خاطر شكر روحه مش باهي ربي يقول يعرف صحيح والناس تعرف زيدا والناس تعرف الناس تعرف اللي انت كريمة اللي قلبك كبير اللي شانا. الفن بالنسبة ليك انت هو رسالة انسانية تعاون الصغار تؤمن بهم نؤمن بهم ولا شنو مالا هذاك هو صغير ولا كبير ما نجيبش كنت باش تجي ما عندكش عشاء وانا ما نتعشى وانت ما تعشيش ما نجيش صحيح حتى في الفن قلبك كبير برشا اصوات شجعتهم رغم انه برشا فنانين يحاولوا انهم الاصوات هذه يتجاهلوها انت تقدم لهم المساعده وتوصلهم وماذا بيك يحضروا قبلك ماذا بي والله ماذا بي خاصه الشباب خليهم ربي يعينهم احنا عندنا اسم واسمنا ماشي في تونس والحمد لله ما خلي ياخذوا هما كيفنا طريف مش ياسر اما طريف مش ديما رواحنا لينا 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 مش بيه فاطمة في رمضان كيفاش عامله وقتاش تقوم شنو الطيب شنو ما طيب اش عامل فيك رمضان والله اش نقول لك نقوم مع العشية نبعث البنية تقديلي ونبعث الحم انا ما ناخذوش من الززارة من هنا نبعثوا امام المور نهجية ولا نحب الحم عربي علوش اصيل خاطر الدجاج ما ناكلوش مش من عوايدك مش من عوايدي ما نكذبش عليك الكل عائلتي الكل كان ولادي يموتوا على الدجاج انا وراجلي ولا سماح فهم نطيب لي نسيب الكتب كالناس فاطمة في رمضان ديما فما حاجات وذكريات متعلقة بالطفولة شنو ذكرياتك انت والله ايام وانت صغيرة أيام شنو تذكر كانوا يطيبوا شنو كانوا يغنيوا كانوا يغنوا نحنا كنا في زغوان نطيبوا هذاك علاش نقولوا احنا الصوت الحلو منين اي ربي عايشك يفرحك كنا في زغوان نحنا ياسر أصلنا مكلتنا معناها حلال ديما نطيبوا الحلال مكلتنا نواصر نطيبوا ياسر العربي فهمت نعدوا ليلتنا كيما نقولوا سهريتنا نخرجوا عنا سيدي العزوز نمشوا نسهروا فيه فما سلاميه نبدو قاعدين وتاي وقهاوي وندر شنو وضحك ولعب مع السحور الطبال يضرب للسحور ونحنا نهبطوا نروحوا لديارنا نتسحروا ونرقدوا الفن اليوم فاطمة انت رمز الأغنية الشعبية وانت الأولى ليا اللي بديت في تونس في الفن الشعبي لا بداوا قبلي فما ناس اللي بدات قبلي ما نجمش نقول انا الأولى يا نعيمة شكون اللي بدا قبلك؟ كان اسماعيل الحطاب اي في رجال في رجال كانت عيشة أمامية كان ما كانوش في نفس شهرتك لا ما عملوش شهرة كانوا مع اسماعيل يغنوا غنية ولا اثنين نكهوا معاه في وقت اللي يهزم الخدمة يغنوا زعما انا في وقت اللي كان اسماعيل يغني مازال عنده ما كهبط ما عندوش برشا تقريبا نقول لك 8 سنين 9 سنين وهبط له انا كهبط له هبط له انا نغني قال له من الناس الكل اللي يحب يلبس صباط جديد يتعدى على باب القوس الا واحده بركه ما نجمش نخلط لها علاش ما خاطر وحده شدتني الروحة لا تتبعني لا شيء هما يتبعوا في اسماعيل الحطاب اي راجل يتبع الكل ما يغنوا في غناء اسماعيل الحطاب انت بديت وحدك بغناية الروح غناية وحدي صالحية هو غني مثلوثي انا نغني سعيدي امرأة ودخلت في السرجال والحمد لله ما ذني حد ما تعديت على حد ما ضريت حد الناس كل يحبوني ديما حتى اللي كلمني نقول له يرحم والديك فهمت
مراو عليك الكلام. وتوش قاعده تحضر لنا في جديد؟ والله ان شاء الله نحبوا ديما منك جديد فاطمه. والله ان شاء الله يا نعيمه، ان شاء الله ان شاء الله ربي يجريها على خير. صحيح. زنا شريكه في تونس ولا ترى؟ ذرتكم الحكايه؟ ضرتنا ضرتنا بالقدا. يجي تمشي له باش تغني يقول لك صبي لي بلاش وزيد اعطيني الفلوس. وقت اللي انا كنت نضرب في 23 مليون و24 مليون راني. الواحد ما يكذبش على ربي. ما ينكرش نعمل. الله توا يقول لك لا ادخلي ولا يجيني بالشهر نخلصك بالشهر لان انت عندي كريدي حنوت. ولا بالشهر خذه بالشهر معناها يعطيك 200 ولا 300 الف وانت صبي له البوم كامل و... لا سامحني خليك هيك الحمد لله. هو عندك سنة. خذيت مهرجان جندوبه، خذيت بنزرت واللي جاي. ما هذا انا نحكي هكا راه. فاطمة انت اليوم استدعيتنا في دارك ويعيشك وبيك، واستدعيت لنا زوز من الفنانين اللي ترى فيهم انهم باش يحملوا غدويكا اسم الاغنيه الشعبيه وانت اللي تخاف عليها. نخاف عليها هي. علينا قدمهم لنا قبل كل شيء وقلنا شنو هو معناه كيفاش تراهم هذوما الشباب. والله شو نقول لك شباب، والله وليدات بهي. انا كان نعرفها حاجه خايبه نعيمه ما نقولكش عليها ما نستدعيهمش وما يجوش لداري جمله زاده. لأنك تؤمن أنه الفنان، الفنان قيمة وصوت، قيمة وصوت وعرض. يعطيك الصحة فاطمة وإن شاء الله نتقابلوا في سهرية حلوة تكون أنت والأولاد موجودين فيها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شنو تقول للناس اللي تفرجوا فيك؟ نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يفضلكم وربي إن شاء الله يريض علينا البحر اللي يروش وإن شاء الله يبعد علينا أولاد الحرام. أهم كلمة إن شاء الله ربي يشد لك في صحتك وتقعد رمز من رموز الأغنية التونسية وتظل مسيرتك للأجيال القادمة بما أنك أنت خليت موروث كبير برشا إن شاء الله كما كانوا الفنانين التونسية يخليونا. الحمد لله الحمد لله.